قال العلامة القسطلاني في المواهب: نقل عن الشيخ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى أن ولده مرض مرضا شديدا حتى أشرف منه على الموت، واشتد عليه الأمر، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فشكوت إليه ما بولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتبهت ففكرت فيها، فإذا هي في ستة مواضع من كتاب الله تعالى، وهي قوله: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها، فكأنما نشط من عقال. قال العلامة الزرقاني: وفي الكواكب الدرية في ترجمة القشيري أنه مرض له ولد بحيث أيس منه، فرأى الحق تعالى في النوم فقال له: اجمع آيات الشفاء وقرأها أو اكتبها في إناء واسقه إياه، ففعل ذلك فعوفي. قال الزرقاني: فلعل الواقعة تعددت في الولد نفسه أو في غيره، فأخبر بهما جميعا تحدثا بنعمة رؤية الله تعالى في المنام ورؤية رسوله صلى الله عليه وسلم.